السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناة نادية تعليم مع فيديو جديد في مادة النشاط العلمي للمستوى الثالث صفحة 28. هذه الصفحة من كتاب المنهل في النشاط العلمي. عنوان الدرس خاصية المغناطيس. إذا ما هو الهدف من هذا الدرس؟ أن أتعرف أن للمغناطيس قطبين، قطب شمالي وقطب جنوبي، ونستنتج أن القطبين متشابهين يتنافران، وأصنف الأجسام إلى التي يجذبها المغناطيس والتي لا يجذبها المغناطيس. إذا في هذا الدرس سنتعرف في البداية على خاصية المغناطيس. إذا المغناطيس له قطبان، يعني له جهتان، قطب شمالي وقطب جنوبي. القطبان المتشابهان يتنافران. معنى أن القطبان المتشابهان يتنافران أي إذا وضعنا قطب شمالي مثلا هنا شمالي بجانب قطب شمالي يتنافران أي يبتعدان، وعندما نضع قطب شمالي وآخر جنوبي يتجاذبان أي يقتربان. إذا إن كان القطبان مختلفان فهما يتنافران، وإن كان إن عفوا إن كان متشابهان أي شمالي وشمالي يتنافران، وإن كان مختلفين الواحد شمالي وآخر جنوبي فهما يتجاذبان. ثم أصنف الأجسام التي يجذبها المغناطيس، أي هناك أجسام يجذبها المغناطيس وهناك أجسام أخرى لا يجذبها المغناطيس. إذا نلاحظ في الصورة هنا أسقطت سعاد مشابك حديدية في كأس بها ماء، وطلبت من أخيها مساعدتها على إخراج هذه المشابك من الكأس دون سكب الماء. إذا سعاد سقطت لديها مسامير حديدية في كأس من الماء، تريد إخراج هذه المسامير دون أن تسكب الماء. إذا هنا ستستعمل المغناطيس وتحاول جذب تلك المسامير من الكأس لأن المغناطيس يجذب الحديد. إذا التساؤل الذي يمكنه أن نطرحه هنا، ما هي خاصيات المغناطيس؟ إذا ما هي خاصيات المغناطيس؟ إذا هنا سنبحث عن خاصيات المغناطيس. إذا المغناطيس يجذب بعض الأجسام ولا يجذب أخرى. إذا من بين خاصيات المغناطيس جذب بعض الأجسام. إذا المغناطيس إذا من خاصيته جذب بعض الأجسام. إذا المغناطيس يجذب بعض الأجسام. وسنحاول أن نتعرف من خلال الدرس عن الأجسام التي يجذبها المغناطيس. إذا ننتقل إلى التمرين الأول. أضع مسامير حديدية صغيرة على ورقة. إذا هنا نلاحظ في التجربة الأولى وضع مسامير حديدية فوق ورقة. نقرب منها أحد طرفي أضيب حديدي. إذا نقرب منها أضيب حديدي. في الصورة 2 نعوض الأضيب الحديدي بصفيحة من الألمنيوم ثم نقربها بالمسامير، فنلاحظ أنه لم يحدث شيء كما في الصورة الأولى. في الصورة الثالثة نعوض صفيحة الألمنيوم بمغناطيس، إذا هذا مغناطيس، ونقربه من المسامير، فنلاحظ أن المسامير تنجذب إلى المغناطيس. نلاحظ هنا أن المسامير التصقت بالمغناطيس، بينما في الصورة الأولى والصورة الثانية لم يحدث شيء. إذا عند تقريب حديد من حديد لا يحدث شيء، عند تقريب ألمنيوم من مسامير حديدية لم يحدث شيء، وعند تقريب المغناطيس من المسامير الحديدية انجذبت تلك المسامير إلى المغناطيس. إذا نلاحظ ونملأ الفراغات بالكلمات المناسبة. المغناطيس صفيحة الألمنيوم أضيب الحديد. إذا لا يؤثر، إذا هنا أضيب الحديد، إذا لا يؤثر أضيب الحديد، وصفيحة الألمنيوم أيضا لم تؤثر، وصفيحة الألمنيوم على المسامير الحديدية بينما يجذبها. إذا الذي يجذب هذه المسامير هو المغناطيس. إذا بينما يجذبها المغناطيس، إذا المغناطيس هو الذي جذب المسامير الحديدية، بينما أضيب الحديد وصفيحة الألمنيوم لم تؤثر على المسامير. ننتقل للتمرين الثاني. إذا التمرين الثاني، وزع مسامير حديدية صغيرة على ورقة
ونقرب منها مغناطيس. إذا هنا في الصورة الأولى مسامير حديدية، وفي الصورة الثانية مسامير نقرب منها مغناطيس. إذا ماذا حدث؟ انجذبت المسامير إلى المغناطيس. إذا ألاحظ وأملأ الفراغات بالكلمات التالية لأبني استنتاجي: جنوبي، شمالي، قطبان. إذا للمغناطيس كما قلنا في البداية، المغناطيس له قطبان. إذا المغناطيس له قطبان: قطب شمالي، إذا له قطب شمالي. نرمز له بإن، وقطب جنوبي نرمز له بحرف إس. إذا المغناطيس له قطبان، لأن كما قلنا في البداية في الأهداف التعلمية، إذا المغناطيس له قطبان: قطب شمالي ونرمز له بحرف إن، وقطب جنوبي ونرمز له بحرف إس. وننتقل إلى الصفحة 29. ثالثا، أضع أضيبا مغناطيسيا فوق قلمين وأقرب من قطبه الشمالي، قطب الشمالي إن، بمغناطيس آخر. إذا نلاحظ هنا في الصورة نقرب القطبان الشماليان من بعضهما. نعيد المناولة بتقريب القطب الجنوبي إلى القطب الشمالي للمغناطيسين في الصورة 7. وفي الصورة 8 نعيد المناولة بتقريب القطبين الجنوبيين للمغناطيسين الصورة 8. إذا نلاحظ هنا في الصورة 6 قربنا القطبين الشماليين من بعضهما، إذا تقريب قطبين شماليين. إذا نفس القطبين، ماذا يحدث عند تقريب نفس القطبين؟ إذا كما ذكرنا، عندما نقرب نفس القطبين من بعضهما يحصل تنافر، أي يبتعد القطبان من بعضهما، أي يبتعد المغناطيسين من بعضهما. إذا هنا سيحدث تنافر. إذا عند تقريب نفس القطبين، يعني نفس النوع، يعني شماليين، سيحدث تنافر، أي سيبتعد القطعتين المغناطيسيتين ستبتعد من بعضهما. في صورة 7 قربنا قطب شمالي وقطب جنوبي، إنما عندما يكون القطبان مختلفان يحدث تجاذب، أي القطعتين المغناطيسيتين سيتجاذبان عند بعضهما، أي سيلتصقان. إذا هنا تجاذب، وهنا أيضا تقريب قطبين جنوبيين، أي نفس النوع، يعني قطبين من نفس النوع. إذا دائما عند تقريب قطبين من نفس النوع سيحدث أيضا تنافر، أي ستبتعد القطعتان المغناطيسيتان من بعضهما. إذا هنا أيضا تنافر. وننتقل إلى التمرين الرابع. أجرب وأضع علامة فيه في الخانة المناسبة. إذا هنا سنقوم بتجربة وسنجرب هذه، يعني يمكن إنجاز تجربة في المنزل. عن الأجسام يجذبها مغناطيس وهنا لا يجذبها مغناطيس. الدبابيس، إذا الدبابيس من الحديد يجذبها المغناطيس. الزجاج، إذا الزجاج لا يجذبه المغناطيس، إذا سنضع العلامة هنا. الألمنيوم، أيضا الألمنيوم لا يجذبه المغناطيس، يمكنكم إنجاز التجربة في المنزل. المشابك، إذا إن كانت المشابك من الحديد، نعم سيجذبها المغناطيس. نحاس، النحاس لا يجذبه المغناطيس، إذا أضع العلامة هنا. المسامير من الحديد، إذا المسامير من الحديد نعم يجذبها المغناطيس. الطباشير لا يجذبه المغناطيس. غشاء القلم يكون مصنوع من البلاستيك، والبلاستيك لا يجذبه المغناطيس. يمكنكم تجربة هذه الأشياء في المنزل باستخدام قطعة من المغناطيس. وننتقل إلى الصخلص. إذا الصخلص للمغناطيس كما قلنا قطبان، إذا المغناطيس له قطبان، قطب شمالي وقطب آخر جنوبي. إذا المغناطيس له قطبان، قطب شمالي وقطب جنوبي. عند تقريب مغناطيسين إذا ماذا يحدث؟ القطبان المتشابهان ماذا يحدث بينهما؟ يحدث تنافر، إذا يتنافر
القطبان متشابهان، بينما القطبان المختلفان ماذا يحدث لهما؟ يتجاذبان. إذا بينما يتجاذب القطبان المختلفان، إذا يجذب المغناطيس الأجسام التي تحتوي. إذا ما هي الأجسام التي يجذبها المغناطيس؟ إذا يجذب الأجسام التي تحتوي على الحديد أو النيكل أو الكوبالت. إذا المغناطيس يجذب الأجسام التي تحتوي على الحديد أو النيكل أو الكوبالت. ننتقل إلى استثمار. Une bouteille en plastique contient des objets en fer, en bois et en plastique. Samir utilise un aimant pour sortir certains de ces objets sans renverser la bouteille. Quels sont ces objets? إذن سامير هنا لديه بعض الأشياء مصنوعة من الحديد داخل أورا، يريد إخراجها، إخراج هذه الأشياء دون قلب الأورا. إذن وهذه الأشياء يمكنه إخراجها دون أن يقلب الأورا. إذن بماذا مصنوعة هذه الأشياء؟ مصنوعة من الحديد، لأن الحديد يمكنه جذبه فقط بالمغناطيس. إذن هو يمكنه أن يجذب هذه الأجسام، إذن ستكون مصنوعة من الحديد. إذن هذه الأشياء لي زوبجي أون فير، يعني من الحديد. إذن هنا في هذا الدرس تعرفنا على خاصية المغناطيس، وهي جذب بعض الأجسام المصنوعة من الحديد. كما تعرفنا على أن القطبان الحديد له، المغناطيس عفوا، له قطبان، قطب شمالي وقطب جنوبي. عند تقريب قطبان من نفس النوع من بعضهما، مثلا قطب شمالي من قطب شمالي، يحدث تنافر. وأيضا عند تقريب قطب جنوبي من آخر جنوبي، أيضا يحدث تنافر. بينما عندما نقرب قطبان مختلفان من بعضهما، مثلا شمالي مع جنوبي، يحدث لدينا تجاذب. إذا هذا هو درس خاصية المغناطيس. إذا إلى هنا ينتهي الدرس، صفحة 28 29 من كتاب منهل النشاط العلمي للمستوى الثالث. لدعم القناة الموجود اشتراك وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم كل الدروس.